طبعا يوم عظيم بالنسبة لي، يعني يوم مميز وما يتكرر بالعمر مرة واحدة، وأجمل يوم بحياتي أكيد طبعا. شنو تبغي تقول للشروق؟ أقولها إن شاء الله دائما أنت في عيوني وعلى رأسي إن شاء الله، وإن شاء الله طول العمر إحنا مع بعض إن شاء الله، وأنا معاك إن شاء الله طول العمر أكيد. بالنسبة لبلدي الأصلي، هو أنا ما عندي فرق ما بين المغرب وبلدي الأصلي، يعني يعتبر كأني في بلدي الآن ومع أهلي وأحبائي وناسي. فالمغرب أنا ما أحس نفسي أني أنا غريب لما أكون في البلد هذا بالضبط. إذا أقول لك يعني أن أرتاح أكثر هنا من بلدي، لأن ما أحس بغربة صراحة. شنو الأكل اللي كيعجبك بمناسبة رمضان؟ إحنا على أبواب رمضان. نعم. طبعا لازم الحريره تكون اول شيء موجوده هذه، وطبعا اللي عندكم الطاجين شيء، بس الطاجين ثقيل هذا طبعا، مو بعد الافطار يحتاج، بس الحريره شيء يعجبني طبعا. شو تبغي الشروق الطيب لي؟ شروق اللي حبت اللي يطلع من ايديها كل شيء حلو. شي حاجه سبيسيال يعني سبيشال تبغيها انها هي تطيبها؟ والله هي تعرف اني انا صراحه احب الطاجين من ايدها طبعا، ايه فهي ما تقصر بالشيء هذا. شو الكلمات اللي تعلمتيهم مغربي؟ انا راني اهدر مغربي معك، اذا بغيت ندوي معك مغربي ندوي مغربي، ما كانش مشكل. بالنسبه لشهر رمضان شنو تقول للشعب المغربي؟ طبعا اقولهم ان شاء الله شهر كريم، وعليكم ان شاء الله ينعاد بالخير والعافيه، ونتمنى ان شاء الله دائما المغرب في امن وامان، ونتمنى ان دائما نشوف المغرب للامام الاكثر ان شاء الله. شكرا.